بتحب انت تشايب. تحضر في التلفزيون مش ماسك الريموت بتحضر في التلفزيون، عندك نفس تحضر التلفزيون فيشنو مالك انت؟ لو عارف القضية الليلة انا كنت شغالة فيها في المحكمة، والله التلفزيون ده لو بقى قبل ما قبل عليه قضية. شنو يا اخي؟ حرام والله حرام. مرة مسكينة مسكينة دي لما جاتني في المكتب عشان تحكي لي الحاصل شنو، والله العظيم والله انا تأثرت تأثير يا اخي. قلت لي كنا قاعدين في البيت مواعيد الغداء، وقمت جبت الصينية خديتها قدام راجلي وقلت له بس عليك الله، هم تابعينه فيلم كده، قلت له عليك الله مدلين كيس العيش ده، كان ضربني بالريموت، ضربه بالريموت. تعال دقيقة وقتي كده ما دميت القصة. أنا الريموت اللي شايله ده سلاح، ده سلاح بتاع جريمة، ضربه بالريموت هنا قرب قد العين. تخيل انه لو قد العين يا اخي حرام يا اخي. لكن اقول لك لا، انا بطلقه منه. شوف تل شايف الريموت يا عيني في التلفزيون. عندك نفس تفتح التلاجة؟ عندك نفس تشرب ولا تاكل انت؟ فيش يا سحر مالك؟ شوف يا طيب، انت اخوي وانا بحترمك اي حاجه، لكن صنف الرجال انا بارفع الرجال ده كلهم واحد. كيف يعني؟ يا اخي الليله انا يا اخي المره مسكينه يا اخي تبكي بدموعها يا اخي كوجاك راجله امشي كيتشك 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 يصل لحد الزير ويشيل الكوبايه ويجيها هناك يقولها امشي جيب لي مويه. يقولها امشي جيب لي مويه. قامت قلت له اه هسه انت ما كنت واقف جنب الزير انا ما بجيب لك مويه. يقوم يضربها بالكوبايه في وشها. يا اخي معقول يا اخي شنو انت؟ الرجال اللي بيكون عجيبين جدا يا اخي ده عدم احترام. اقول لك نعم انا كما طلقتها منه ما بقى اسمي سحر، هطلقها. ناس غريبين. ماشي وين؟ ماشي الحمام. ماشي تستحمى؟ ايوه دار استحمى. ماشي تستحمى يا طيب؟ كيف يعني ماشي استحمى هاي؟ يا اخي علي قال لي مرته جاتني انا عشان ادافع عن قضيتها، قال لها سخني لي مويه عشان انا داير استحمى. سخنت المويه. عارف عمل شنو؟ عمل شنو؟ كشح فيها المويه الحار. كشح فيها المويه الحاره. والله انا عشان الحاجات دي اي مره معرسه والراجل اللي بيعمل فيها حركات زي دي المفروض اطلقها منه طوالي، والمفروض كمان زاده اي مره بتعرس هاي عرس لا، لكن حطلقها. كرهتينا الحمام ليش؟ شنو ده؟ شنو؟ ليش شنو؟ ما واقف ساي؟ واقف ساي؟ هاي واقف ساي؟ واقف ساي؟ ده مرته جات ماشية كفتها كف تف تف نف ساي من غير أي مناسبة ساي. تقول لي واقف ساي؟ يخس. سحر يا أخي كرهتنا البيت يا أخي. ما ممكن يا أخي تجيب قضاياك من هناك تجيبها لنا في البيت هنا يا أخي. ما ممكن يا أخي. شنو؟ كرهتينا عديل كده يا أخي البيت ده؟ أنت محمد لو غلبتك خليها يا أخي. عرسي. ولا لقيت العرس وأبيته؟ كده حطوا